هل قدر سوريا أن تكون محطة نزاع للقوى الخارجية؟ إسرائيل تقصف سوريا وبياناتها تشير إلى إيران، وإيران ترد من سوريا على الهجمات الإسرائيلية ونتائج ردها في سوريا أيضاً. ونظام الأسد حليف طهران وحامي الحدود مع إسرائيل كما وصفه رامي مخلوف، واقع بين الاحتفاظ بحق الرد على إسرائيل وبين موقفه من حلفائه ومؤيديه، أمر يدفعنا للتساؤل: إذا أراد الأسد أن يرد فعلى من سيرد؟ أهلا بكم. ما از روز اول گفتیم، امروز هم میگیم، بعد از این هم خواهیم گفت، ما رژیم صهیونیستی رو یک رژیم نامشروع و حرامزاده میدانیم. تصريحات بالقضاء على إسرائيل تصدر من طهران، وأخرى بعقاب إيران تصدر من تل أبيب، وساحة المعركة المفترضة هي سوريا. جد رسول الله. ينتشر الحرس الثوري الإيراني ومن معه من ميليشيات في سوريا بشكل مكثف منذ عام 2012، حيث أقام مراكز قيادة رئيسية في دمشق وحمص وريف اللاذقية وحلب ودير الزور ومؤخرا في درعا. بالمقابل كانت إسرائيل تشن غاراتها على الأراضي السورية بحجة استهداف التواجد الإيراني، حيث قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الطيران الإسرائيلي استهدف موقع الصواريخ أرجو قرب دمشق وموقع للقوات الإيرانية هناك في 30 من كانون الثاني عام 2013. توالت التهديدات الإيرانية لإسرائيل وتوالت الضربات الإسرائيلية للقوات الإيرانية وحزب الله في سوريا في الوقت الذي كان الأسد يستهدف السوريين في المدن والقرى نسياً يرد على الاعتداءات، على الرغم من أن نظام الأسد صرح في أكثر من مرة أن القتلى هم جنود سوريون وأن المواقع المستهدفة هي مواقع سورية. ثم تعلن إيران وحزب الله فيما بعد أن الغارات قتلت من جنودهم وقادتهم في سوريا. تصرف النظام يراه كثير من المهتمين بشأن سوري بمثابة رفع الحرج عن إيران أمام الإيرانيين وأمام الموالين له، وهنا يرى المهتمون أن الجندي السوري الذي يقاتل في جيش النظام أرخص ما يكون عند النظام نفسه. الغاية قتل السوريين، لاحظ هذه الملاحظة الأولى. لماذا أؤكد على هذه الحقيقة؟ لأنه بشار بالأساس وهو المتعاون مع إسرائيل وهو ذات الأصول الإسرائيلي منذ أزمان ومتعاون معهم ومعروف تماما، فهو موجود في سوريا لتنفيذ هذه المهمة. مهمته هي تدمير سوريا بالكامل، ولذلك هذه التحالفات الدولية وهذه التراخيات في القرارات وهذه الإطالة الزمنية كلها يعني تصب في صالح تنفيذ المهمة الأساسية، ألا وهي تدمير سوريا ديمغرافيا، عسكريا، سياسيا، اقتصاديا، زراعيا، صناعيا، في كل المجالات. ويخطئ من يظن أن هناك طائفة ما ستكون خارج هذه اللعبة أو دين معين أو ملة أو شلة، أبدا، الجميع مستهدفون والجميع يجب أن تدمر سوريا وتنتهي، وربما تقسم إلى كنتونات، وربما نشاهد كثير من القوات الأجنبية، العناصر الأجنبية، الجنسيات الأجنبية موجودة في سوريا. ثلاث شخصيات إسرائيلية تناوبت على تفعيل الضربات الجوية ضد أهداف إيرانية في سوريا، كلهم شغلوا منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وهم بيني جانتس وجادي إيزنغوت وآخرهم أفيف كوخافي، حيث أشرف هؤلاء على ملف إيران في سوريا وكيفية التعامل مع الوجود الإيراني بالقرب من فلسطين المحتلة. وكان جانتس هو صاحب فكرة الضربات الجوية داخل سوريا، مستفيدا من تعاون روسيا والولايات المتحدة مع جيشه في هذا الأمر. بالمقابل كان قاسم سليماني هو مدير عمليات فيلق القدس في سوريا ومهندس السياسة الإيرانية، ويراه المراقبون من يتحكم بمنهجية التصدي للضربات الإسرائيلية لقواته في سوريا، إلا أن هذا التصدي لا يرقى لمستوى الضربات نفسها. واتبعت إسرائيل استراتيجية التدمير الكامل للمنشآت السورية بحجة وجود فيلق القدس فيها، بينما يتمتع قادة الفيلق بالتحرك بشكل علني داخل دمشق وحلب ولا يتم استهداف تحركاتهم، ما يدفع السوريين إلى التفكير أن هناك اتفاقا بين الطرفين على هدم سوريا وتخريبها. ففي غمرة الضربات والرد عليها تهدم المنشآت السورية الواحدة تلو الأخرى، سواء منشآت عسكرية مثل مطار المزة والتيفور أو بنى تحتية، أو منشآت مدنية مثل مراكز البحوث العلمية والجسور والمباني الحكومية التي حولتها إيران إلى مقرات لها.
أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج المخطط. أرحب بضيفي من بغداد المحلل السياسي عباس العرداوي، وأيضا عبر سكايب من فلسطين الكاتب والمحلل إيدي كوهين. أبدأ من عندك إيدي، إذا كنتم بالفعل ترون أن إيران عدو لكم، لماذا لم تتحركوا مع حلفائكم لتمنعوها منذ البداية من الدخول إلى سوريا؟ أولا اسمح لي لك أنه حسب الأمم المتحدة دولة إسرائيل أخذت استقلالها من سنة 48. أنت تسميها ما تشاء، نحن في القناة في قناة حلب اليوم لدينا تسميات، أنت قل إسرائيل ونحن نقول فلسطين، ادخل بالموضوع بشكل مباشر بعد إذنك. ما في مشكلة، نحن إيران هي عدو، إيران تبث الشر بكل الشرق الأوسط، هي تنهب ثروات العراق وضيفك عراقي، هي تنهب ثروات لبنان، تنهب ثروات سوريا وثروات اليمن. إيران هي عدوة الأمة العربية والإسلامية وهي عدوة إسرائيل. إسرائيل صار لها سنتين تقصف منشآت إيرانية، وحتى الآن دمرت 80% من منشآت إيران من المنشآت الإيرانية في سوريا. والآن إدارة فخامة الرئيس ترامب مع العقوبات الجديدة، يعني الإيرانيين، أنا عم بسمع الآن هناك مشاكل. لماذا لم تمنع إسرائيل وحلفائها إيران من الدخول إلى سوريا منذ البداية؟ لماذا انتظرتم حتى تدخل سوريا وحتى تقيم منشآت إلى ما تقوله القيادة الإسرائيلية؟ لماذا لم تمنعوها من البداية من الدخول؟ هذا سؤال أسمعه يعني من إعلاميين، إنه نحن سمحنا، هل نحن شرطة مرور؟ هل نحن واقفين على الحواجز بين سوريا والعراق أما بين لكي نمنع أو لا نمنع؟ الإيرانيين يفعلون ماذا شاءوا، صاروا 10 سنين، أول شيء كان عندهم خبراء عسكريين، بعدين قاسم سليماني الإرهابي أدخل الميليشيات الطائفية الشيعية وأدخل الحرس الثوري. إسرائيل لا يمكنها أن تتحكم بدولة بحدود الدولة، هذا سؤال يعني غير منطقي وغير منصف. إسرائيل لا يمكنها أن تمنع إذا دولة، إذا لبنان تريد أن تفتح بلدها إلى للأردنيين أما للسوريين، لا يمكننا أن نفعل ذلك. العرب للأسف دائما يريدون لوم إسرائيل هي الشماعة من ناحيتهم، ويريدون لومنا نحن على جميع مصائبهم. إيدي، أنتم تعتبرونها عدو، وأنتم الآن تقولون علينا إخراج إيران من سوريا، وأنتم تتحملون المسؤولية، تخطيتم كل العرب وتخطيتم، ولكم حلفاء مثل أمريكا وروسيا تستطيع الضغط على إيران وكان بالإمكان منعها. من هذا المنطلق نحن نوجه هذه الأسئلة، وليس لوصاية إسرائيل على العرب أو غيرها، إسرائيل غير وصية على العرب. صحيح، لذلك رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك يقومون بجميع بكل ما بوسعهم للضغط على إيران بالحل العسكري، قصف يعني أسبوعيا، مرة بالأسبوع أما مرتين بالأسبوع هناك قصف إسرائيلي على منشآت إيرانية. عباس أتوجه بالسؤال إلى عباس العرداوي، لماذا تستخدم إيران الأراضي السورية لتطلق صواريخها على فلسطين المحتلة ولم تطلقها من طهران؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية كبرى لك سيدي الكريم، شعب المقاومة وشعب سوريا والشعب الفلسطيني المقاوم. في حقيقة الأمر كل ما يتحدث عنه الإعلام وغيره من احتكاكات أو إطلاق صواريخ أو الحديث بهذا، إيران ليس دولة اعتداء في المنطقة، إيران دولة كبرى وعظيمة في المنطقة وجار ودولة معترف فيها دولية، ليس كان متشرذما جاء من هنا وهنالك واغتصب الأراضي، فبالتالي إطلاق هذه الصواريخ وغيرها، هنالك استراتيجيات في هذا العمل وهنالك استراتيجية كبرى تعمل عليه إيران، هي إزالة هذا الكيان الصهيوني بشكل كامل وكبير، سواء كان من خلال المنطقة باعتبار هنالك ذراع للمقاومة جدا كبير يمتد من غزة وحتى إيران جولان وحتى لبنان،
وهنالك دول في المنطقة ممانعة ولا تقبل حقيقة باستمرار هذا الكيان. أما أنه تطلق صواريخ أو ما تطلق، أعتقد هذا تكتيك يختص بها إذا كان على التهديدات الإسرائيلية والصهيونية. هذه التهديدات منذ عام 82 لحد هذه اللحظة تتحدث عن كثير من هذه الأمور. هذه قد تكون هنالك بعض الإشارات، يعني ممكن تطلق صاروخ، ممكن يتم إسقاط عجلة، ممكن كذا، لكن إذا كنا نتحدث عن الإمكانيات كثير من المراقبون يرون أن هذا استخدام للأرض السورية في حرب، تعتبر إيران تخوض حرب مع جهات أخرى خارج أرضها وتستخدم الأرض السورية لهذه الحرب. الدمار يكون في سوريا، المنشآت السورية تهدم، قتلهم من الشعب السوري. لماذا إيران لا تدخل إذا كانت بالفعل جادة بما تقول أنها تحارب الكيان الصهيوني، أن توجه ضربات مباشرة من إيران إلى إسرائيل؟ لماذا تستخدم العراق أو سوريا أو لبنان أو هذه الأراضي؟ أولا هي موجودة في سوريا ضمن دعوة رسمية من دولة سوريا، وهذه الدعوة الرسمية لها روسيا في المنطقة، وهي تحترم الأولويات السورية، فهي لا تستطيع الرد والتحرك على أي شيء ما لم يكن ضمن البوابة السورية تحديدا. ولسوريا أولويات في ذلك، ترى سوريا أن هذه الضربات التي تكون هي لإجلالها عن اقتتال داخلي من قبل بعض العصابات التي تتبناها أمريكا وغيرها، هذه العصابات هي تريد أن تجاهل، فلهذا نجد الضربات التي تنطلق بها الطائرات الإسرائيلية. من هي هذه العصابات؟ عباس اسمح لي من هذه العصابات التي تتحدث عنها؟ النظام، أنت تقول أن النظام السوري، نظام الأسد، هو من طلب من إيران دخول. إيران تقول نحن لم نتدخل بقوة رسمية، هناك ميليشيات هي اللي موجودة على الأرض، هناك يعني مقاتلين غير سوريين غير إيرانيين، هم عراقيين، أفغان، لبنانيين وغيرهم من المقاتلين. لا يوجد على لسان المسؤولين الإيرانيين أنه لا يوجد قوة رسمية رغم وجود الحرس الثوري، ولكن نحن نتحدث عن أمور رسمية. أنت تقول أن النظام استدعى إيران بطلب، والموجودون هم يعني الموجودون هم يعني ميليشيات. أستمع إلى إجابتك بعد الفاصل أستاذ عباس. مشاهدين الكرام، فاصل ونواصل الحوار. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. عباس، كنت وجهت لك سؤال، من تقصد بالعصابات مع أن من يوجد في سوريا هم ميليشيات تابعة لإيران من حيث التمويل والقرار؟ تفضل بالإجابة. عفوا سيدي الكريم، أنا أتحدث بشكل رسمي عن قبول للدولة السورية بجلب هؤلاء الحلفاء، سواء كانوا عراقيين أو سوريين أو لبنانيين أو روسيين، والقتال معها ليس ضد المعارضة السورية التي تتبنى الحوار وتذهب باتجاه الجلسات الرسمية، وهنالك جريف أول وثاني وثالث. نحن نقصد من أراد استغلال حالة الثورة، حالة الخلاف الرسمي مع الدولة السورية، وبدأ يهدم البنى التحتية في حلب وأدلب وغيرها من المناطق، وبدأ يقتل على الهوية ويقتل على أي شيء. من هدم هو قصف النظام والقصف الروسي والعمليات التي تشنها إيران. أتمنى أن تحدد بتوصيفك، من هدم القرى والمدن السورية هو قصف روسيا وقصف النظام وحتى قصف الميليشيات بالأسلحة الثقيلة. لا 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 لا, لا سيدي الكريم، يجب أن نعطي الأمور مصداقيتها. هنالك حرب قائمة، هذه الحرب القائمة فيها الكثير من العبوات والتفجيرات. لا يمكن أن ينكر أن سوريا اليوم تعرضت إلى تهديم ممنهج، تهديم أريد بها لا تبقى سوريا العظيمة الكبيرة. هذا حديث آخر، حديث النوايا أستاذ عباس يختلف. أستاذ عباس، الصورة توضحت. اليوم الصورة توضحت. أتمنى أن ننتقل إلى محاور الحلقة بشكل كامل. هنالك اقتتال داخلي بين هذه العصابات لاختلاف أيديولوجياتها واختلاف من يقف خلفها واختلاف رؤاهم واختلاف سياستهم تختلف. سيدي الكريم، السوري الحقيقي الذي يعترض على النظام لا يهدم. توضحت الصورة. توضحت الصورة أستاذ عباس، أتمنى أن تكون أن تسمعني. توضحت الصورة. نحن أجرينا استفتاء على صفحة قناة حلب اليوم على الفيسبوك، ووجهنا سؤال للمستفتين،
هل تعتقد أن المواجهات بين إيران وإسرائيل قد تمتد إلى مواجهات برية مباشرة في سوريا؟ وجاءت النتائج كالتالي: صوت على الاستفتاء 7700 مصوت، وكانت النسب 82% لا يعتقدون حدوث هذه المواجهة، بينما ذهب 18% إلى إمكانية حدوث المواجهة البرية بين إسرائيل وإيران. إيدي، أنتقل إليك، هل تعتقد أن هناك إمكانية لتوسيع العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل ضد إيران في سوريا إلى صدام بري؟ أقول لك لماذا. الإيرانيون صاروا من سنة 80 من الثمانينات يهددون، يريدون إزالة إسرائيل، محو إسرائيل، تدمير إسرائيل، وحتى اليوم هم دمروا اليمن والعراق وسوريا ولبنان، خطفوها هم فقط. حتى نصر الله، حزب الله، وين صواريخ فجر، صواريخ زلزال، كل الصواريخ اللي عندهم كل يوم كل يوم بيهددوا. وسمعنا خطاب الغنان منذ يومين ثلاثة، هم فقط يهددون اليهود، يهددون إسرائيل ويقتلون أهل السنة. هذه حرب شيعية سنية. خلينا الحرب التي نتحدث عنها الآن هي العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد مواقع إيرانية على الأرض السورية. وأنا سألتك، هل من الممكن أن تمتد هذه الضربات إلى عمليات برية على أرض سوريا؟ كلا كلا، لأن النظام الإيراني لا يتجرأ أن يرد على إسرائيل. صارنا سنتين، ثلاث سنين نحن نقصف الإيرانيين. مرة واحدة ردوا صواريخ سقطوا داخل سوريا. يعني لن نتجرأوا، هم فقط أبطال في الكلام سيدي العزيز. لن تكون هناك مواجهة، كلا، لأنهم أشبه من ذلك. عباس، يعني ما رأيك أنت بما قاله إيدي؟ هل هناك إمكانية للصدام العسكري، أم أنه يعني أنت توافقه بأنه لا يعتقد أن تمتد إلى صدام بري وتبقى عمليات جوية؟ طبعا أنا في البداية انقطعت لدي الاتصالات لما أسمع بداية كلامي، لكن أرد على جواب على سؤالك فقط. حقيقة أن إسرائيل أضعف من أن تواجه أي مواجهة. يكفي إيران حزب الله، يكفي الأبطال في غزة. هذه القصف الذي تستعمله هو الطائرات أو هنا وهنالك بعض الإعلام، هذه ليس استراتيجية إيران. إيران والمقاومة بشكل كبير تعمل على إزالة هذا الكيان الصهيوني، وهو وعد موعود حقيقة. وبالتالي هنالك لدينا عمليات قبل أيام كانت للكيان الصهيوني في مناطق الشمال، خوفا من تحركات حزب الله. هو يخوف. إذن أنت تقول أن إسرائيل أضعف من أن تشن حرب برية على إيران في سوريا؟ لا، إمكانيات الحرب قائمة، لكن هل تسمعني أستاذ؟ أنت تقول أن إيران أن إسرائيل أضعف من أن تشن حرب على إيران في سوريا؟ إسرائيل لا تجرؤ يعني على شن حرب برية. وبالإضافة، إيدي كوهين قال أن إيران أضعف من أن تواجه إسرائيل بريا. نحن نستعرض الآن يعني بعض التعليقات على الاستفتاء الذي أجريناه. عمر صليبة يقول: لا يوجد معركة أساسا وهذه الكذبة أصبحت قديمة. بينما يقول أبو بكر العلبي: أصلا لا يمكن أن تشتعل حرب بين الأم وابنتها. أيضا لدينا عبد الله الحسين يقول: كان لازم احتمال ثالث، أم أنهم يضحكون علينا. أيضا محمد الخليل قال: ما فيش عتاب بين الأحباب، يعني الشارع السوري يرى أن هذه الحرب هي كذبة، هي تناغم، هي تناغم بين إيران وبين يعني هي تناغم بين الإسرائيليين والإيرانيين، هدفها هو استباحة سوريا من الطرفين. ماذا تقول على آخر تعليق إيدي؟ ما فيش عتاب بين الأحباب. هذه نظرية المؤامرة، هذا كلام غير منطقي. السوريون حلمهم أن نخرج الإيرانيين من سوريا وأن نسكت بشار الأسد. إسرائيل لا تريد، يعني لم سياستها أن لا تتدخل في الشؤون السورية. بس لحظة واحدة، ملاحظة، كل هذا القصف وتقول أنها لا تتدخل في الشؤون السورية، لماذا؟ ما دمتم حريصين على الأحلام، ما دمتم حريصين عليها، اترك
اتركوا اراضي فلسطين، اتركوا هذا الشعب الذي عملتوا على مجازر عليه منذ عام 48 لحد هذه اللحظه. وجهكم الاسود اين سيكون امام هذه المقاومه التي تقف على جدارك؟ اتمنى ان ياخذ كل ضيف وقته في الكلام. استاذ عباس، اتمنى ان نستمع الى ايدي ووجهه نظره بالسؤال الذي وجهته له ثم نعود لك. سيد العزيز، الضيف قال لك اياها صراحه، ايران لا تتجرا، تبعت حزب الله، تبعت السوريين. ايران هي لا، هذه سياستها، لا تريد احتكاك مباشر، هي ترسل الاخرين لكي يموتوا. اذهبوا الى ايران واقصفوها، ما الان هي محاصره وضعيفه اقتصاديا وتقولون انها لا تستطيع. ما تذهب الى اقصفوها، ما دمتم تستطيعون اذهبوا اقصفوها. لا تحاسبوا ترامب الذي يامل ان يعطيكم الهبات للتوقيع على الاوراق. ايدي وعباس، اتمنى الالتزام بالوقت كل ضيف. يعني ايدي، انت قلت انكم لستم شرطي مرور في المنطقه، وكان لك مداخلات سابقه على وسائل الاعلام تقول فيها ان الاسد هو صديق لاسرائيل وانه لم يشن اي حرب على الحدود الفلسطينيه السوريه منذ ان استلم الحكم. كان هذا تصريح لك في اكثر من مره، بماذا تعقب الان؟ سنة وشيعة، ما أنت ضيف غير مرحب بك في المنطقة. أنت يجب أن تعود. يا عباس، أتمنى أن تلتزم. أنا أوجه سؤال لإيدي، أعود لك وأوجه سؤال لك في وقت آخر. إيدي، طرحت عليك سؤال، أتمنى الإجابة. كما قلت لك، صارنا أكثر من 7 سنين نقصف في سوريا، وأغلبية المنشآت منشآت إيرانية، لا عداوة بين نظام الأسد وإسرائيل. يعني وكان هناك في خلال حكومة أولمرت عبر وساطة تركية، كانت هناك مفاوضات قصيرة الزمن، هذا شيء معروف، وأولمرت اعترف فيه رئيس الحكومة الأسبق. أما العدو اليوم مش نظام الأسد، هناك اتفاق، هناك صفقة مع الجندي، كانت نظام الأسد ليس عدوا لإسرائيل، ليس هناك قصف، إسرائيل لا تقصف الجيش السوري، الجيش السوري لا يقصف الجولان، لا يقصف إسرائيل، ما في عداوة، هذه هي الصراحة. بالحديث عن عمليات القصف، إيدي، نحن وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقتنا لهذا الأسبوع، سنتابع الجزء الثاني في الأسبوع الثاني مع ضيفي من العراق عباس العرداوي ومن فلسطين إيدي كوهين. انتظرونا في الأسبوع المقبل.